رجعت لنا مره ثانيه، واكيد زي ما في نجوم داخل الملعب لاعبين، في نجوم خارج الملعب لازم يكون ظهرهم نجوم كبار يقدروا يطبقوا الفكر بتاعهم. اكيد لازم نعرف بضيفين كبار عندنا النهارده، ضيفين يعني فعلا كان ليهم دور ودور مؤثر، او الجهاز الفني والطبي والاداري كان دور مؤثر جدا جوه بطوله العالم. معانا احد نجوم النادي الاهلي السابقين وهو المدرب العام للمنتخب المصري مع زميله حسين زكي، كابتن هاني الفقراني. كابتن هاني منورنا. الله يخليك يا كابتن عوضي، انا اللي بشكرك على الاستضافه، ودي مش غريبه على قناه النادي الاهلي، دايما معانا في كل الاحداث وبصفة خاصة كرة اليد طبعا في وجودك. ورب دايما كده متجمعين في الانتصارات وفي الانجازات باذن الله. ربنا يكرمك يا كابتن. ومعانا بصوا يعني قبل ما اعرفه لازم اقول دكتور الفريق يعني 100% مش نايم، 24 ساعة صاحي بيدور على كل حاجة. هو دكتور عالمي صدقوني، دكتور عمل طفرة ونقلة جوه الطب الرياضي في مصر، ده على مستوى الشخصية. دكتور في المرحلة اللي جاية هيعمل حاجات للبلد احسن كتير. هو محترف، قبل كده احترف في اسبانيا وقبل كده اشتغل مع منتخب مصري، لكن هو دائما وابدا بيفضل المنتخب المصري لكره اليد. هنعرف معاه حاجات كتيره حصلت جوه بطوله العالم. الدكتور محمد شوقي. دكتور محمد شوقي منورنا. منور بنورك يا فندم. بجد يعني لازم ابدا معاك واقول لك دكتور الفريق ده دكتور مستحيل يكون عنده مساحه للنوم. اه طبعا اكيد اكيد طبعا. الحقيقه بيبقى في الكلام من قبل البطولات كمان بيبقى في ضغط جامد جدا في فترة الإعداد، يمكن أصعب كمان من البطولة الحقيقة، إن هو بيبقى الحمل البدني عالي شوية. بعد كده بندخل فترة البطولات بقى بيبقى الموضوع ريسكي جدا، والقرارات لازم تتاخد في وقت معين، ولازم اللعيبة يحصل لها ريكفري بصورة سريعة، عشان خاطر احنا حضرتك انت عارف ساعات بنلعب ماتشين يومين ورا بعض، ممكن يكون فرق أقل من 18 ساعة ما بين الماتشين. لاعبين مثلا 8 ماتشات في 12 يوم، فده حاجه يعني ان اللعيبه تفضل على طول على اتم الاستعداد وان هي تكون جاهزه بدنيا. الموضوع بصراحه في اسئله كتيره قدامي وجاي محضر لك مخصوص ليك، لكن انا بشكرك على المجهود اللي جوه ارض الملعب، لان ده حاجه محسوسه من كل اللاعبين، كل الناس بتشيد بادائك جدا جدا، ودي حاجه تسعدني جدا جدا. ميرسي لحضرتك، شكرا جزيلا. كابتن هاني لازم نبدا معاك ونقول طلعت من الدار للنار، صح كده؟ تمام. من لعيب وكابتن كبير وكابتن المنتخب المصري لوجودك في الجهاز الفني للمنتخب المصري، ليه اخترت الجانب الفني؟ هو انا من البدايه يعني في البدايه بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الجانب الفني انا من زمان لما كنت لسه وانا بلعب كنت حابب الموضوع جدا فنيا، كنت حاسس ان انا ممكن ابقى حاجه في التدريب، وبدات بالفعل وانا لسه في اللعب ان انا ابدا اخد كورسات واخد دراسات دوليه واجهز نفسي بحيث ان انا مجرد ما اعتزل اللعب ابدا في الكارير التدريب ابقى مجهز نفسي بحيث اخش على طول في المجال. فلما جالي الفرصه من الاتحاد طبعا باشمهندس هشام وكابتن علاء السيد وكابتن مؤمن صفا اتكلموا معايا انا وحسين فرصه زي كده في البدايه، ده بيبقى حلم لاي لاعب دولي ان هو مجرد ما يعتزل اللعب الدولي ان هو يبدا في الجهاز الفني بتاع المنتخب، يبدا طبعا كم خبرات غير طبيعيه طبعا اكيد عارف حاجه زي كده طبعا، وفرصه ان انت تبدا يعني احنا بنقول في الوسط بتاعنا كده تبدا كبير، تبدا في مجال التدريب كبير، ان انت بتاخد خبرات انت لسه سايب المجال ولسه زي ما بيقولوا كده انت لسه سخن في الموضوع، تكمل في التدريب. طبعا التدريب حاجه تانية خالص ومحتاج وقت ومحتاج دراسه ومحتاج خبرات، والكلام ده اللي احنا عملناه. احنا كان قدامنا فرص كتير جدا سواء انا وحسين في اللعب لسه كمان، وفرص في التدريب احسن من كده يمكن ماديا، ماديا مش فنيا. كنت لسه هقول لك على ماديا، وده منتخب مصر كمان فنيا مفيش احسن من منتخب مصر. طيب ده يمكن ده التوب بتاع ده اعلى حاجه طبعا. وفرصه وحلم لاي حد زي ما انت حضرتك ان هو يكون متواجد في حاجه زي كده، واحنا بنشكر طبعا اداره الاتحاد وبالذات الاداره الفنيه اللجنه الفنيه ان هي فكرت فينا وادتنا فرصه زي كده ان احنا نكون متواجدين في الفتره دي بالذات يعني. بس ف مع دراسه الموضوع كله ففضلنا ان احنا نعتزل ونبدا على طول الموضوع يعني موضوع التدريب هرجع لك على موضوع التدريب كلام كتير انت كل السوشيال ميديا تقول لك هاني فخرية حسين زكي هرجع لك. دكتور لازم اعرف منك اشمعنى كره اليد؟ يعني انا عارف ومتاكد ان في اتحادات مصريه عرضت عليك بدون التفاصيل، لكن اشمعنى كره اليد؟ بص حضرتك كرة اليد بعيدا عن ان هو بيتي اللي انا بدات فيه، الحقيقه هي حاجه ممتعه للشغل.
بشوف فيها كل اصابات الدنيا، يعني في اي اصابه بعد كده بشتغل فيها بيبقى سهله جدا، لان كره اليد لعبه قويه جدا، ففيها من اول اصابات من اول الصباع لغايه صباع الرجل. فالحقيقه فيها الجسم كله، فيها الجسم كله الحقيقه. فبيبقى فيها، وهي تحدي جامد جدا ان انت لعيب بيرجع في اقصر وقت ممكن، فدي حاجه برده بيبقى تشالنج بس للعامل عليك ان انت ترجع في اسرع وقت. طبعا طبعا. فدي بالنسبه لي بتبقى برده من الحاجات اللي هي بتبقى اما بشتغلها وبحس ان فعلا حصل ان في لعيب رجع في وقت معين اللي انا كنت محدده، فالحقيقه بتبقى حاجه بالنسبه لي مشيقه جدا. انا بستمتع الحقيقه، بستمتع بيها جدا. طبعا. هو دكتور محمد شوقي بالذات بيطلقوا عليه عالمي، عالمي لان هو اتعلم في اسبانيا او قعد في اسبانيا وتعايش هناك كتير، وقعد جوه ملعب اعتقد مع البارسا، صح كده؟ مع كنت دكتور مساعد لدكتور برشلونه. عايزك بقى تحكي لي الحكايه دي، معلش استنى بقى يا كابتن هاني. يعني الحكايه دي بصراحه عجباني معاك، يعني ازاي المصريين نعرف، بس نقول للناس ان عندنا مصريين يقدروا يوصلوا لاعلى حاجه. هو وصل بس رجع تاني لمصر عشان هي دي بلده. اتفضل يا دكتور. هو انا كنت في مستشفى من اكبر مستشفيات العالم في التاهيل الرياضي، وكان دكتور برشلونه، كنت انا برضو كنت بشتغل معاه لان هو كان كنت مساعد معاه. بس فقعدنا الفتره دي توازي في شغلي في المستشفى دي مع دكتور برشلونه 4 سنين اللي فاتت. بس طبعا خدت خبرات الحقيقه كبيره جدا في التعامل. اتعاملت جوه البارسا نفسهم، يعني كنت بتنزل معاهم؟ طبعا. بص حضرتك، لا هو كان مع الدكتور عامه في الكلينيك بتاعته، وكنت موجود جوه النادي اكيد طبعا. هم الحقيقه السكول بتاعتهم سكول الطبيه مختلفه كتير عن العالم كله. لقيتها في مصر؟ بحاول اطبقها في مصر ان شاء الله. لسه هتطبقها؟ انا عارف انت لسه هتعمل حاجه. انا عرفت لسه هتعمل حاجه ان شاء الله. صح ان شاء الله، حاجه كبيره ان شاء الله. حاجه كبيره. انا عارف انا معايا دكتور عالمي، ربنا يخليك. هاني، اختلفوا عليكم كتير في الحوار من اسره كره اليد، اصحابك بصراحه، خلينا نقول في انجاز وفي لكن في اختلاف حصل عليك انت وكابتن حسين زكي. الناس قالت ان يعني بدايه منتخب مصر ليه؟ انت عندك خبرات تدريبيه زي ما انت قلت، تقول لهم ايه؟ عشان لازم ترد على الاقاويل يعني. في البدايه طبعا انا عايز اتكلم من بدري شويه. اتفضل. احنا بدانا نسمع الكلام ده انا وحسين البدايه، لحد يعني عايز اشرح برضو في البدايه علاقتي بحسين، عشان في كلام كتير اتقال علينا وان احنا اتخانقنا ومشاكل وما بنتكلمش بعض. عايزك توضح انت بتوضح. بنبص الكلام ده، بنبص على السوشيال ميديا وفي الاعلام وكده بنضحك. انا وحسين تقريبا يعني بقى لنا تقريبا 25 سنه مع بعض، احنا جيل واحد. 78 مظبوط. يمكن عشنا مع بعض اكتر ما عشنا في بيوتنا. علاقتنا ببعض خاصه جدا، يعني غير حتى العلاقه اللي هي الطبيعيه بين اي اثنين زمايل في المنتخب او في الانديه او كده. بنثق في بعض جدا، يعني احنا الاثنين الحمد لله بفضل الله يعني علاقتنا ببعض مميزه جدا. فكنا دايما بنشوف الحاجات دي بنضحك، وكنا بنعرف الاخبار دي بنتفاجئ بيها وهي بعيده تماما عن الصحه. بدايه الموضوع لما الموضوع اتطرح، كان كل الناس كانت حاسه ان والناس المقربين لينا كانوا حاسين، بيقولوا لنا بينصحونا ان هيبقى في مشاكل، انتوا اتنين طب هتبقى اول مره بتطبق، طب مين اللي هيبقى موجود في الماتشات، مين اللي هيبقى موجود في المعسكرات، طب هنكون بنسافر طيب. فالكلام ده كله الصراحه اتكلمنا فيه مع كابتن علاء السيد في البدايه، وده الكلام حتى ده قبل ما المدير الفني يجي، قبل ما نعرف مين المدير الفني اللي جاي اساسا مبدئيا. يعني هي الفكره من البدايه هي اللي فكر فيها الاتحاد، غير الاختيار ان هم بيجهزوا، عايزين يجهزوا كوادر جديده للمدربين. اعتقد دي حاجه كويسه جدا، يعني فكره كويسه جدا. نبص لها من الناحيه الايجابيه ان احنا ناس، هم الناس بتتكلم على الخبره، هو انا المفروض انا ايه دور المساعد في الفريق في اي فريق مش في منتخب مصر بس. هل ان هو مطلوب منه ان هو اللي بيقود الفريق؟ هل ان هو مطلوب منه ان يكون عنده خبرات كبيره؟ طب امال مين اللي هيستفيد؟ مين اللي هياخد خبرات لما المساعد يبقى عنده خبرات؟ مين اللي هياخد الخبرات؟ انا دوري في الفريق، احنا جايبين مدير فني محترم، راجل جاي بيورينا حاجات. احنا كنا بقى لنا فتره كبيره بعيدا عن كره اليد العالميه. احنا اول مره، والله مش عشان احنا في الجهاز بس، اول مره نحس ان احنا لينا شكل في الملعب، ان احنا بنطبق حاجه. انتوا لو شفتوا الانطباعات بتاعه الفرق الاوروبيه بره بيبصوا لنا ازاي وبيتكلموا معانا ازاي، ومدربين كبار بيتكلموا عن منتخب مصر ازاي، حاجه والله العظيم تفرح، حاجه تفرح جدا. شفت مصر بطوله العالم بشكل مختلف طبعاً. حتى مش انا بس، يمكن حتى اي حد بيتكلم حتى اللي بينقد يقول حاجه زي كده. خلينا انت هناك، انت اللي شفت العالم ولعبت بطولات عالم كتير، والناس كلهم ناس طبعا ناس اصحابنا ومدربين ولاعيبه كبار بيقابلونا بيهنونا على المستوى. دي حقيقه بيهنونا وبيقولوا انت منتخب واعد، ومنتخب هيبقى ليه دور كبير، وهيبقى الفتره اللي جايه دي ليه دور كبير في على الساحه الدوليه. فدي حاجه تفرح. ارجع لك الموضوع بتاعنا عشان ما نخرجش بعيد عنه. ايوه انا عايزك ترد. فبقينا نسمع تمام. فالفكره كانت كده. فلما قعدنا اتكلمنا مع الناس صراحه
يعني رتبنا اوراقنا وكل حاجه. جه في الاخر احنا عارفين اللي بيقعد على البنش اربع لعيب، اربعه من الاستاف كويس تمام. المدير الفني لازم يقعد طبعا، الدكتور لازم يقعد طبعا، دكتور عمر شوقي اساسي طب اساسي طبعا حتى لو انتوا قعدتوش خالص. فاضل مكانين، المكان كان ده قبل كده زمان كان بيقعد مدير الفريق مظبوط. حديثا ما بقاش حد يقعد مدير الفريق. ليه؟ يقول لك مدير الفريق ضوء شغله كله بيبقى قبل المباراه كويس، في اثناء المباراه ملوش اي دور. فقال لك خلاص مدير الفريق بيخلص ومش هيبقى موجود، فدي مكان فاضي. حديثا برضو المنتخبات الكبيره بدات تحط مدرب حراس مرمى على اساسي على لان دور حارس المرمى دلوقتي في العالم كله بيعدي 50% للفريق. انت شغلك ده كله من غير حارس المرمى ولا اي شغل. اعتقد ان حارس المرمى منتخب مصر عملوا اللي عليهم وعملوا اللي عليهم، والمدرب عمل فرق ما ننكرش كده. يبقى الاثنين وجود هي. الراجل ده مع الفرقه الواحد برضو يحب يدي كرة حقه طبعا، عمل فرق في الملعب فنيا ونفسيا وكل حاجه هي. فكده فاضل مكان. لما قعدنا كلنا نتكلم احنا الحاجه الكويسه في الجهاز او في الاتحاد او في كل الناس اللي موجوده في المنظومه دلوقتي ان ما حدش بيبص للمجد الشخصي لذاته. احنا بنبص احنا عايزين المكان، مصلحه المكان. لما قعدنا اتكلمنا في الموضوع مين ازاي نوصل لحل ازاي، وبرده المدير الفني كان ليه دور في الموضوع ان احنا كان ليه راي، وكان رئيس اللجنه الفنيه كابتن علي راي، واحنا كلاعيبه كنا قصدي كجهاز بنتكلم في الموضوع. وصلنا في الاخر ان احنا عشان نطلع من التجربه باكبر استفاده ان انا اقعد في مباراه وحسين يقعد في مباراه، حاجه جديده تمام. دي حقيقه. احنا ليه بنتكلم على حاجه قبل ما نشوف نتائجها؟ زي بالظبط كده لما اتكلموا على منتخب الشباب، منتخب الشباب انتقل. لا عايز اقول بس الحته دي بس فضل. زي ما اتكلموا على التجربه بتاعت منتخب الشباب ومنتخب الناشئين، ازاي بنجيب مدربين مش متفرغين زي كابتن طارق محروس وكابتن مجد ابو المجد، وازاي ولازم يبقى حد متفرغ. لا مش كسبنا، احنا كسبنا باكتساح. لما بنكسب تونس فرق 8 ولسه خسرانين منها البطوله اللي فاتت، ونكسب فرق 6 في الناشئين والتجربه تنجح بالشكل ده، ما حدش طلع قال لا التجربه نجحت، لا ممكن نعممها. الكلام ده كله ليه بنحكم على التجربه قبل ما نشوف نتائجها ايه؟ لما بعد التجربه لو حد كان اتكلم بعد كاس العالم نقعد نشوف ايه المشكله. انا وحسين حضرنا كل حاجه، حضرنا كل المعسكرات، حضرنا كل المعسكرات الداخليه والخارجيه، كل المباريات الوديه. انت رايك الناس تحكم على التجربه بعد النهايه حتى لو فيها سلبيات انت موافق؟ مستعجل ليه؟ أكيد في سلبيات، محدش كامل، اكيد في سلبيات. ممكن نقعد نتكلم في السلبيات من هنا لبكره مش معاك، ومفيش حد بيعمل حاجه كامله. اكيد احنا في شكل كويس وفي مركز محترم وفي بس احنا نفسنا كنا يعني الخطه اللي محطوطه كجهاز او كاتحاد ان دي خطوه تمام. الظروف ساعدتنا ان احنا الخطوه بقت احسن بكتير الحمد لله، احسن ما كنا متوقعين. بس ده ما جاش من فراغ، ده جه من جهد وشغل وباين وباين الشغل الفني. طب بنركز في الحته الفنيه، ايه التطور، ايه اللي ممكن نضيف ايه للحته الفنيه، لكن ليه بنتكلم على الحاجات اللي حوالين الموضوع وسايبين الموضوع نفسه؟ فطبعا دول كل الناس اللي بتتكلم طبعا انا بحترمهم جدا طبعا، كل الاحترام ليهم وكلهم كباتني، الكباتن بتوعي طبعا كلهم، والناس كلها احنا بنسمع منهم. انا كنت بسمع، انا متاكد ان هم يعني ده اللي مخليني ما ظنتش اي سوء بيهم، ان انا متاكد ان هم بيتكلموا مصلحه المكان، لان المكان ده طول ما احنا في المكانه دي احنا كاسره كره يد كلنا احنا في مكانه. اي محترم. واحد ينتمي لاسره كره اليد المصريه اكيد طبعا بتفرق معاه طبعا بتكسب. احنا كلنا احنا سافرنا بره، احترفنا بره وعشنا بره، وعارفين يعني ايه منتخب مصر لما بيكون في مكانته الطبيعيه. احنا كده لسه احنا برضو لسه ما وصلناش لمكاننا الطبيعيه، ان شاء الله باذن الله الكلام ده في مصر منتخب مصر هيرجع لمكانته الطبيعيه، ويا رب دايما كده ان شاء الله نقدر نرجع المنتخب في مكانته الطبيعيه، لان ده كله مكسب لينا كلنا. يا رب. يعني الروح للعيبه والجهاز عجباني، روح عظيمه طبعا. لكن الدكتور لما بقى عيوننا لعيب كده كنا نروح اوضه الدكتور نقعد نتكلم مع بعض. صح هاني؟ ده سر الفريق ده الصندوق الاسود بتاع ده بالظبط، واخد بالك؟ يعني يجوا كنا نخش قدام الدكتور، عارف انت ايه؟ ما بلعبش، متضايق، مش قافز، يعني اكيد عندك اسرار اللعيبه دي. طبعا طبعا الحقيقه، بس هو ده دوري في الفريق ان انا اقدر الم ورا المدرب ورا المدربين المساعدين. قول لي كان عندنا اصابات كتيره في البطوله العام ما كانتش باينه بالنسبه لي، ما شاء الله نمسك الخشب ان كان مش باين ان موجود اصابات، لكن اكيد في. الحمد لله الحمد لله، يعني احنا من 8 فرق كبار الحمد لله تقريبا احنا الفريق الوحيد اللي ما عندناش اصابات كبيره، يعني كل الفرق الكبيره في عندهم اصابات بتطول كمان، ممكن اللي هو من 3 شهور ل6 شهور اصابات كبيره جدا. الحمد لله احنا معدل اصاباتنا قليل، بس ده جاي من جهد الحمد لله. يعني احنا اول ما جينا بدانا فتره الاعداد كان عندنا اهداف قصيره المدى واهداف بعيده المدى. الهدف القصير المدى ان احنا كنا بنشتغل على بطوله العالم، اوكي، ان احنا بنعمل برامج بريفنشن، انجري بريفنشن، برامج وقايه الاصابات للعيبه.
وكل لعيب وقايه للاصابات وقايه من الاصابات طبعا أيه. وكل لعيب على حسب مركزه يعني الوينج بيختلف عن البيفوت بيختلف عن الشوتر عن الخط دارس ده يا دكتور انت ما شاء الله عليك عجبني والله لا طبعا فالحقيقه كان كل واحد بياخد الجرعه بتاعه البرامج الوقائيه بتاعته فالحقيقه دي اثرت معانا جدا في الحمل بتاع الماتشات ان زي ما قلت لحضرتك ان احنا لعبنا عدد ماتشات كبيره في وقت معين والحقيقه اللي احنا برده البروجكت اللي احنا ماشيين فيه ان هو ماشي مع المنتخبات كلها يعني منتخب 98 ومنتخب 2000 والمنتخب الاول كله نفس الانجري بريفنشن بروجرامز بنشتغل مع بعض هي برامج الوقايه من الاصابات والحقيقه في يعني بستغل الفرصه في النقطه دي ان انا اشكر دكتور عمرو عصام المسؤول عن منتخب 98 ودكتوره زينب مسؤوله عن منتخب 98 ومنتخبات البنات ما شاء الله والدكتور كريم عيد كان الحقيقه كان موجود معانا لغايه فتره قريبه برضو عمل دور كبير جدا في مع المنتخب الاول رجال والدكتور ماجد بقى اخر احدث المنضمين الحقيقه اليوم دور كبير جدا جدا في الشغل فيهم دكتور سامح ودكتور محمود العدل طبعا فوقينا طيب لا طبعا اكيد شكرت كل الناس لكن انا هشكرك انت شخصيا لان كان ليك دور جوه بطوله العالم انا عرفته شخصيا فلازم اقوله للناس عمل ريكفري مش طبيعي للعيبه عايز افهم منه الريكفري ايه في اقل من 18 ساعه ازاي وشايفين منتخب مصر ما شاء الله نمسك الخشب بيلعب بنفس القوه بنفس اللياقه الحمد لله دي حاجه الحقيقه للمنتخبات عامه يعني الكبيره بيكون ليها الحاجات باسلوب الريكفري بتاعها بيكون ده من ضمن الاسرار بتاعه الفريق بحيث ان هو ده اللي بيقدر ينافس بيه المنتخبات الثانيه لان احنا في لعب كره اليد احنا الفريق الجاهز بدنيا في اخر البطوله هو اللي بيكسب اكتر وبيكسب البطوله عامه فاحنا هو التارجت بتاعنا ان احنا نوصل ازاي ان احنا نوصل الكيرف بتاعنا يعلى ما ينزلش في اخر البطوله ده اللي حصل الحمد لله ان احنا بدانا بداية كويسة بعد كده نزلنا سنة صغيرة بعد كده احنا الكيرف بتاعنا كل ماتش بيفرق عن التاني اكيد فطبعا اللعيبة ساعدتني كتير جدا في الموضوع ده يعني عايز اقول لحضرتك احنا مثلا من الحاجات اللي بنعملها ان احنا بعد ما بنخلص على طول الماتش بنعمل ايس ريكفري تخيل بقى لعيب مثلا احنا مغلوبين في ماتش وهو مش طايق نفسه ولا حاجة وبيعمل ايس ريكفري عشان خاطر عندنا ماتش بعديها ب 18 ساعة فبحقيقة لا يعني رجالة بجد مبسوط منهم بجد طبعا مين الضيف الكابتن الزائر العظيم اللي رجالك على طول رايح جاي على اوضتك لا الحقيقة النوم لا كله رايح جاي على اوضتك كله رايح بعد ما يخلصوا بروح له انا وحسين برضه عشان نعرف بقى لا عشان نعرف ايه الاجواء واللعيبه ايه الجهاز برضه يعني انت بتعمل ريكفري كمان للجهاز اه طبعا ريكفري نفسي طبعا كلمه حق بس اديها للدكتور محمد شوقي والناس اللي ذكرها دي كلها احنا لعبنا بطوله افريقيا للشباب زيرو اصابات لعبنا بطوله افريقيا للناشئين زيرو اصابات طب الله يكرمك كفايه الحمد لله بسم الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين كاس عالم لسه زيرو اصابات الحمد لله وكان في اصابات كبيره اثناء البطوله وقدر هو قال كلمه مهمه انا بشتغل على الوقايه من الاصابات دي برامج هو حاططها هو دكتور عمرو وشغالين عليها تحت الكلام ده الحاجه اللي الاتحاد عملها الصراحه دي تتحسب له الرياضه عموما بقت علم ما بقاش زي زمان المدير الفني هو بيعمل كل حاجه المدير الفني زمان كان هو اللي بيعمل كنترول على كل حاجه والدكتور العلاج الطبيعي اللي موجود المفهوم اتغير زي زمان كان بيبقى تقريبا اخصائي مش دكتور المفهوم اتغير في العالم كله انت بتقول عليه عالمي هو الراجل ده الناس تفتكر الحلقه دي كده وتفتكر كلامك عنه كمان سنتين ثلاثة مين ده 6 شهور هيبقى لا هو التغيير اوكي اوريدي بقى كده سنتين ثلاثة لا هو دلوقتي هو في حاجات يعني الشخصيه ما بحبش يتكلم هو عن نفسه أنا هو يعمل تلاقيش عارف بعد الدكتوراه هو بيعمل دكتوراه دلوقتي في امريكا بعد ما يخلصها خلينا من الدكتور حاجه مهمه جدا صدقوني لكن كابتن هاني التعامل مع ديفيز واللاعبين بحكم ان انتوا قريبين للاعبين ولعبت مع بعض اللاعبين في الملعب دايما كانت بتحصل بعض المشاكل في الحته دي لكن اعتقد ما كانتش سهره الموضوع خالص عندكم ولا كان بيحصل اي مشاكل خالص ما شاء الله يعني كل اول حاجه ديفيد على المستوى الشخصي شخصيه جميله جدا واحنا انا وحسين استفدنا منه جدا فنيا المدرسه الاسبانيه مدرسه غنيه جدا بالتفاصيل واساليب اللعب الحاجات دي احنا ما عشناهاش قبل كده لان احنا ما اتمرناش تقريبا مع مدرب اسباني في الفتره اللي احنا لعبنا فيها وباذن الله الفتره اللي جايه دي الناس هتحس باختلاف كبير قوي فنيا كمان اكتر من كده احنا لسه كل اللي احنا عملناه ده
نواب ما كملش 50% من اللي احنا عايزين نوصله. يمكن ضيق الوقت وقلة الماتشات اللي في البداية هو اللي كان طالب كده لهدف. يمكن الناس اللي كانت بتتكلم على الماتشات القليلة برضو. هو كان بيتكلم لما جاي نتكلم معاه. لا هقول لا اصل انا عايز اوضح الحتة دي عشان الناس في حاجات في ناس بتتكلم حاجات انا لا 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 والله انا بوضح بس ده انجاز. بصوا يا جماعة لازم اقول ده انجاز اللي اتعمل ده انجاز الجهاز الفني واللعيبة عملوا انجاز كبير. لازم نفسي لما نعمل حاجه كويسه نزق لا نزق الناس اللي قدام. كفايه كلام خلي مصر تطلع لفوق. اتفضل الحته دي بس اوضحها ان هي لما جينا نقول له مباريات قال لك انا هلعب انا عايز الوقت ده استغله ان انا ادرب اللعيبه الاول عشان ابقى متمكن من ادواتي في مباريات. هروح العب ماتشات عشان اعمل ايه؟ ما لازم الاول في اوصل تدريب. اوصل لحاله الرضا في الـ في الـ في الليفل اللي انا عايزه اوصله الاول بعد كده العب ماتشات. لكن هقعد العب ماتشات مهمة الماتشات مهمة معاك بس التدريب أهم ولا الماتشات أهم دلوقتي في الفترة اللي أنا عايز أوصل الفرقة لمستوى فني معين؟ طيب فالحتة بتاعت العلاقة بيننا وبين ديفيد وبيننا وبين اللعيبة دي كل اللعيبة دي إخواتنا صغيرين وكلهم لعبوا معانا ويعني هما اللعيبة الصراحة عايز أديهم حقهم برضو تعبوا جدا جدا معانا في البداية. إحنا قعدنا تقريبا شهر كامل في البداية معسكر تمرين 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 وبعد كده خدوا فترة راحة في أفريقيا ورجعوا لنا تاني استحملوا كتير. الروح اللي هم كانت فيها يعني سبب رئيسي من اللي احنا وصلنا له ده الروح من البدايه مش في البطوله. روحهم ان هم حسوا في حاجه مختلفه سواء من الاتحاد من الاهتمام من الشركه الراعيه من الجهاز الفني اللي الموجود من الجهاز الطبي. حسوا ان في حاجه شموا ريحه ان في اللعيبه. انت كنت لعيب قديم ومفاجئ لما انت بتحسها طبعا في كواليس معينه بعد خساره ماتش قطر. طبعا خسرته مصر اتقلبت على منتخب مصر دي حقيقه طبعاً. الناس زعلانة وحقها تزعل لكن ازاي قدرت تخرجوا نفسكم واللاعبين والحاله دي لحاله انجاز كبير. ماتش قطر طبعا علينا كلنا كان مشكله كبيره وحاسين وعارفين يعني مدى خطورتها ومدى الانطباعات اللي جت في مصر علينا. رد الفعل رد بتاع الفعل الشارع طبعا ولا... احنا قبل ما نشوف رد الفعل من الشارع احنا كلاعيبه نفسنا كفريق خسرنا لان ده كان ماتش اول حاجه غير اهميته بالنسبه لنا احنا كان ماتش مهم جدا لينا احنا عشان هو ده ماتش من الماتشات اللي هتاهلنا للدور الثاني هو ده اللي احنا كنا حسبنا عليه فدي كانت دي بدايه المشكله. بدايه بقى ان احنا نرجع اللعيبه ازاي خرجتهم ازاي وكان عندنا ثاني يوم ماتش ثاني ماتش ماتش ارجنتين تخسره بره انت خلاص بره رسمي على خسرت مفيش حاجه بره فعلا دي حقيقه. بدانا من اوضه اللبس من بعد جوه الملعب مباشره دخلنا طبعا انا وحسين لحد ما وصلنا الملعب خلاص اللعيبه كانت قاعده في الملعب مش قادره تقوم مش قادره ترجع فوقناهم خلاص يا جماعه يلا عندنا ماتش مش اخر حاجه في الدنيا خسرنا عندنا فرصه ثانيه لازم نخرج هو ده طبعا دور المدرب المساعد او المدرب اللي هو كان لسه خارج من الملعب لسه بيتكلم عليه عشان حس اللعيبه حاسه بتعمل ايه. اتفضل دخلنا جوه الغرفه الصراحه ديفيد عمل جوه محاضره هايله بعد المباراه على طول كويس قال لهم انا عارف قيمه اللي انتوا فيه دلوقتي وعارف انا زيكم كنت لعيب لو كنت بخسر ماتشات بالقيمه دي كان بيحصل لي نفس الكلام بس انتوا ايديكم انتوا حظكم حلو ان انتوا لسه عندكم فرصه تانية تنسوا الناس اللي انتوا عملتوه والفرصه دي بكره لو فضلتوا كده بكره هتخسر الفرصه اللي ربنا مديها لك والموضوع هيبقى اكبر وهنخرج احنا كل اللي هنعمله ان احنا نرجع دلوقتي نهدى عندنا اجتماع هنقعد نتكلم هنشوف هنعمل ايه ونفكر في ماتش بكره عندنا فيديو نصحح الاخطاء بتاعتنا ونشوف هنعمل في ماتش ايه بكره وننزل بكره هنقعد نلعب في كل مباراه لحد اخر نقاتل لحد اخر لحظه وفضل بقى هو بيتكلم من ناحيه واحنا انا وحسين بنتكلم رجعنا اتكلمنا مع اللعيبه خدنا اللعيبه مع جميع هو كان ليه وجهه نظر ان الكلام الكتير مع اللعيبه دلوقتي يخليهم يسترس يجي عليهم اكتر كويس فكان رايه ان احنا نسيبهم قال كل الكلام اللي هنتكلم عليه هم عارفين فبقينا نتكلم معاهم ما عملناش مجمعات ما عملتش اجتماع لا ما عملتش اجتماع وقتها يومها عمل اجتماع تاني يوم الصبح بس هو اول ما وصلنا الفندق اتكلم معاهم تاني وخلاص ويلا عندنا عشاء وحاول يخرجهم من الحاله دي احنا بعد كده انا وحسين اتكلمنا معاهم لعيبه كبيره لوحدها ولعيبه صغيره ده كل ده بيحصل بناء على اتفاقات في الجهاز الفني طبعا طبعا عملناه وبعد كده سيبناهم هم اتكلموا مع بعض صراحه احمد الاحمر كان ليه دور كبير قوي في الفترات دي فرقه مخاطره طبعا في غرفه الدكتور ايه في غرفه الدكتور بص بقى دي الاسرار غرفه الدكتور مظبوط لعيبه على طول بتعمل الاجتماع بتاعها عندك لما يكون كده انا لو فتحنا انا وانت لا لا ده في الحلقه نقعد نتكلم في ساعات انا عارف الكواليس عادي بس اللعيبه الاخر يعني اللعيبه كانت على قد المسؤوليه نزلوا ماتش قطر ماتش قصدي الارجنتين كان في يعني يمكن ماتش الارجنتين من اسوء المباريات اللي لعبناها برضو بس هم قدرنا نعدي منه وبعد كده لو تاخد بالك من بعد ماتش الارجنتين المستوى الفني كمان ارتفع ماتش المجر ماتش انجولا ماتش الناس بعد ما كنت بتلعب الدرويج النرويج والدنمارك لعبوا فاينل كاس عالم طبعا
خسرت من النرويج 5 اجوان تقريبا 4 اجوان 32-28 والدنمارك 6 اجوان. الناس بعد الماتشين قالوا في مصر احنا ازاي بنخسر من دول، احنا لازم نكسب. طبعا عجبك الكلام ده؟ عجبني، بس اللي زعلني ان هو ما كانش واقعي. يعني انت من بالظبط من 3 ايام بتتكلم ان المنتخب ما ينفعش ومشاكل وي، وبعدين بعديها بثلاث ايام بتقول لا ده المنتخب احنا المفروض نكسب كاس عالم. طب ازاي؟ احنا اهم حاجه بتطع. لا اهم حاجه حصلت في المنتخب ده الفتره البطوله دي اهم مكاسبها، اهم مكاسبها ان بالنسبة. احنا صعدنا لمرحله بقى لنا 18 سنه ما صعدناش فيها من ساعه ما النظام الجديد ده اتعمل، وان احنا عشنا المرحله دي قبل ما نيجي كاس عالم مصر هنا، لان هي دي ما كناش عايزين. احنا كنا جهاز فني مش عايزين اللعيبه تتفاجئ بالمرحله دي. اهم حاجه بقى بعد كده ان احنا نشوف نفسنا فين من الناس دي، واحنا لقينا نفسنا قريبين قوي. هنروح للمرحله دي حالا لان بص دلوقتي بيجري بيا. بس لازم اسال شوقي سؤال. دكتور بتعمل دكتوراه في امريكا مظبوط؟ حضرتك دكتوراه في امريكا وعندك تغيير او عندك حاجه هتعملها في الطب الرياضي في مصر في ظرف 3-4 شهور ان شاء الله. ان شاء الله الفكر ده كله كل ده عشان كره اليد ولا ده عشان محمد شوقي؟ لا طبعا بص زي يعني ما قلت كل الاساس بتاع الموضوع زي ما قلت لحضرتك كره اليد دي بيتي يعني. وانا لما يعني لما جيت اتكلمت مع كابتن علاء السيد وكابتن مؤمن وكابتن هشام نصر الحقيقه يعني احنا انت معانا انا معاك وخلاص في البروجكت اللي بنعمله لغايه كاس عالم 2021. احنا في بروجكت بنعمله ان احنا بنغير ايه التغيير اللي هتحصل؟ حته خفيفه عايزك تديني نبذه سريعه ايه التغيير اللي هيحصل؟ يعني عامه مثلا احنا في حاجات قياسات بنعملها مثلا للعيبه بطريقه معينه قبل اثر المهنه ولا هتطلع قدام الناس بعد شويه؟ هتطلع واحده 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 ماشي تمام. زي ما قلت لحضرتك من ضمن الحاجات اللي هي البرامج الوقائيه من الاصابات في حاجات بقى اللي بيسموها المونيتورنج اوف تريننج لود، يعني انت ازاي تقدر تشوف التمرين القوه بتاعته وقوه تحمل اللعيبه عامله ازاي، فتلحق اللعيبه قبل ما يحصل لها ان هي يبقى عندها اوفر تريننج اللي هو حمل تدريبي زايد. فهي دي برده دي حاجه تمسك بالظبط فحاجه قبل ما تحصل. يعني بدل مثلا ما يكون انا عندي لعيب فيه ممكن يحصل له مشكله ويقعد فيها شهر ونص او شهرين، لا انت ممكن تقعده يوم او يومين فتمنع انت ان هو التايم لوس او الوقت اللي هيتفقد في ان هو ما يلعبش. فدي دي من ضمن الحاجات. انا عشان الوقت بتاعنا ضيق فانا هجيبك حلقه لوحدك ان شاء الله هنقعد نتكلم على الطب الرياضي كله. هاني شايف المرحله الجايه ازاي بعد طموح الشعب المصري؟ المرحله الثامن عندك افريقيا في تونس تاهل لطوكيو وعندك كاس عالم في مصر. الناس لا تتنازل عن الوصول الى اعلى 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 ممكن يكون الطموح دلوقتي في مصر ان احنا نكسب كاس العالم. طبعا احنا نفسنا كجهاز فني وكلعيبه احنا بنحلم باول حاجه احنا مشينا خطوه عملنا خطوه الحمد لله دي عملنا خطوه كبيره في المستوى الفني وفي النتائج ووصلنا لمرحله كويسه جدا. من دلوقتي بنخطط لافريقيا ان شاء الله في تونس. ده بالنسبه لنا احنا طبعا في البلان محطوطه من قبل كاس العالم. هنبدا بقى السكادول يتحط ونشتغل ازاي والمعسكرات والحاجات دي. بعد كده طبعا تونس في تونس هتبقى منافسه طبعا كبيره. الناس عارفه كلها المشكله مش المشكله ان دايما الماتشات دي بتبقى كبيره وبالذات في تونس ومؤهله لطوكيو. فهنشتغل هنعمل اللي علينا زي ما احنا شغالين وباذن الله ربنا يوفقنا. احنا واخدين خطوه خطوه بنفكر دلوقتي في افريقيا. بعد افريقيا يبقى في الاولمبيك جيمز ان شاء الله وبعد كده كاس العالم في مصر. ده بقى ده هو ده الخطوه الكبيره باذن الله. ببارك لك على خطوه التدريب، ببارك لك على النجاح والانجاز لكل منتخب مصر باعضاء الجهاز الفني والجهاز الطبي الاساسي. يا رب يا دكتور محمد شوقي نورتني. منور بنورك يا شباب. شرفتني وحاجه سعيده ولازم اعمل معاك حلقه كبيره. خلي بالك على الطب الرياضي ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله. شكرا يا كابتن هاني. يا كابتن عوضي ودايما رب كامل الجامعين في الانجازات وفي البطولات ان شاء الله. انجاز كبير. بشكر الجهاز الفني والطبي والاداري للمنتخب المصري، بشكر كل الناس فيهم لان فعلا تعبوا وادوا اللي عليهم. خلينا نخرج لفاصل ونستقبل 2 لعيبه كبار كابتن اسلام حسن وكابتن ابراهيم المصري.